نروح لكابتن محمد فرج جمعه. احكي لي نبتدي منين الحكايه؟ والله هتبتدي من عن ساعه ما ابتديت العب رياضه او افكر العب رياضه عامه. يعني انا ابتديت رياضه من انت عندك كم سنه؟ فاجئني. انا عندي 42 سنه. طب حلو ماشي. وبيطلق عليا اسم فرجله العنيد في المنتخب. العنيد. اوكي. من اول ما ابتديت رياضه وحطيت دماغي اللي ربنا يكرمني مع زمايلي انا بعشق حاجه اسمها كره سله. بعشق حاجه لقيت نفسي فيها. لقيت انا وانا بلعب كره السله بحس ان انا سوي، يعني من ضمن الاسوياء بطلع كل الطاقه اللي عندي. و انا ابتديت كره سله وانا في ثانويه عامه، كان والدي معارض معايا ان انا العب كره سله او انا العب رياضه في الوقت ده بالذات مع الثانويه العامه، كان صعب طبعا. وانا فعلا انا قلت طب ما انا اخد التجربه، خدت تجربه مع نادي شارع الاطفال امبابه، وتلاقيت ان انا بزيد طاقه اكتر في المذاكره، تديني ايجابيات ان انا برجع من التمرين مش تعبان، انا برجع من التمرين عايز اذاكر وعايز اجتهد وعايز اوصل. والحمد لله اتخرجت من الجامعه وموظف دلوقتي في شركه كهرباء جنوب القاهره الحمد لله. ده هنحتاجك يا باشا. لا الحمد لله يعني. وعاوز اقول اللي رئاساتي كمان يعني الفضل في الفتره الحاليه اللي احنا فيها بقى عشان ما اطولش، انا مدرب العاب قوه كمان دلوقتي حاليا، ماسك ثلاث انديه كويسين ومنحقق مركز اول نادي كهرباء على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها ولاعب منتخب مصر، وعندي مجموعه ناشئين كتير برضه في العاب القوه ما شاء الله. بس هنتكلم على السله لان السله انا عاشق لكره السله. الفتره اللي احنا عسكرنا فيها كانت قليله جدا جدا جدا، والفتره اللي فاتت خالص ما كانش فيه اهتمام بذول الاحتياجات الخاصه بكره السله، ودي كانت مشكله بتواجهني انا شخصيا. هو ليه لما بنيجي نهتم بنهتم بشيء واحد ونسيب الباقي؟ بل بالعكس احنا يعني انا كأب لما اجي اهتم بحد لما ابني يكون ناجح ابص على المستوى ضعيف اهتم بيه شويه طبعا عشان اطلعه اديله يعني جهد اكتر طبعا. ما اسيبش المستوى ضعيف لغايه ما يضيع مني. هو ده اللي فعلا يعني احنا كنا بنجاهد بنرحل في الصخر. حتى بيجينا قبل السفر الدكتور عادل بيكلمني بيقول لي احنا بقينا ستة هنعمل ايه؟ قلت له احنا هنكمل البطوله للنهايه حتى لو هنموت. لو ان انا وانا رايح اثيوبيا واول مره انا سافرت الحمد لله، انا سافرت من سنه 2000 وبلعب مع المنتخب الحمد لله. من سنه 2000 من سنه 2000 يعني احنا كده بنتكلم في ما شاء الله 22 سنه مع المنتخب. انا هو المنتخب خلاص عندما توقف سيدني انا ضميت للمنتخب وقلت هلعب. هتلاقي الحسن عنده 22 سنه، اوعى تقول لي انت عندك مثلا 40 بقى. لا صغير بدايه. هي في ميزه في رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمه ما بترتبطش بسن. طالما انا اقدر ادي وفي على مستوى العالم كله هنلاقي ذوي الاحتياجات الخاصه بيلعبوا او ذوي الهمم بيلعبوا اعمار سنيه مفتوحه طالما انا اقدر ادي. وبعدين احنا عندنا طاقه ايجابيه كتير وعندنا طاقه جوه عايزين نظهرها للعالم. احنا الكاس اللي احنا جايبينه ده اقل حاجه نقدمها لمصر. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت في اثيوبيا والله بجد يعني ده مش انا كنت بدعي لفخامه الرئيس اللي انا شفت اللي انا شفته في اثيوبيا. ليه؟ مصر هنا عالم تاني، احنا في نعمه والله، احنا في نعمه، ربنا يصلح حالهم وحالنا. والله احنا في نعمه بجد. اصل انا عارف، اصل انا رحت اديس ابابا في 2018 فانا فاهم اللي انت بتقول. يصلح حالهم وحالنا. يا ربنا يصلح لهم الامور. الحمد لله شاركت مع المنتخب، انا بقى اتكلم شاركت مع المنتخب في بطولات كتير. خدت احسن لاعب في دوره افريقيه الدوره اللي فاتت اللي قبل دي. ايوه على مستوى افريقيا من ضمن افضل 2020 من ضمن افضل خمس لعيبه. والحمد لله والحمد ده كله بمساعده زمايلي، لان احنا لعبه جماعيه. يعني ما ينفعش اخد ده وانا بلعب لوحدي من غير الفرقه. طبعا زمايلي هم اللي وصلوني كده، فريق تيم ورك، احنا بنحب بعض، وصلنا للمرحله دي. البطوله دي كان كل هدفي ان احنا نجيب الكاس ده، مش الكاس الثاني الطويل ده. الكاس الثاني ده افضل لاعب برده في البطوله وهداف البطوله. ما كانش في دماغي، ما كانش بيشغلني ابدا. انت عايز ده؟ انا كان يشغلني الكاس ده يجي، الكاس ده يجي حتى لو بموت. يعني فرقه، ما هو زي ما قال لنا دكتور عادل، قال لك يا جماعه الرياضيين بس هم اللي يقدروا يفهموا ان احنا بنشجع رياضه، ما بنشوفش بقى ساعة الجد اهلي وزمالك واسماعيلي ومصر، هي رياضة.